أهلا بكم. يتصاعد التوتر في الخليج بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث هدد الرئيس دونالد ترامب بمحو الأخيرة إذا عزمت على خوض حرب مع بلاده، لتقابلها طهران بالتحذير من استخدام لغة التهديد التي وصفتها بغير الفعالة، غير أن الطرفين أبقيا باب الحوار مفتوحا رغم أن ذلك يتزامن مع تحركات عسكرية أمريكية. وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت إلى قمتين طارئتين عربية وخليجية من أجل تدارس الوضع الساخن في المنطقة. فهل اقتربت الحرب العسكرية بين أمريكا وحلفائها مع إيران في المنطقة؟ وما هي خيارات طهران للرد على التصعيد من قبل واشنطن؟ وما الذي تريده السعودية من وراء دعوتها لقمتين طارئتين؟ وهل تكون المملكة قادرة على الخروج بحلف عربي قادر هو الآخر على مواجهة إيران؟ مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم إلى المشهد، والمشهد المشتعل في الخليج نجمله في هذا التقرير. ما بين السير نحو الحرب والتلميح بالمفاوضات، تتصاعد حدة التوتر الإعلامي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي وصلت إلى حد تهديد الرئيس دونالد ترامب بمحو طهران إذا هددت مصالح بلاده في الشرق الأوسط، غير أنه استدرك في مقابلة تلفزيونية بأنه لا يريد الحرب معها، لكنه لا يريد أيضا امتلاكها لأسلحة نووية. بيد أن إيران التي أبقت باب الحوار مواربا عبر تصريحات رئيسها حسن روحاني، فإنها لا تقبل به في ظل الظروف الراهنة، معتقدة بجدية التهديدات الأمريكية ومستبعدة أن تكون مجرد ضغوط سياسية. وفي هذه الأثناء حذرت لندن طهران من عدم الاستهانة بعزم واشنطن في حماية مصالحها بالمنطقة، متوافقة مع الرؤية الأمريكية بأن حل المعضلة يكمن في تخلي إيران عن أنشطتها التي تعرض المنطقة للخطر. وفي خضم ذلك، رفعت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إنتاج البلاد من اليورانيوم المنخفض التخصيب 4 أضعاف حجمه الحالي، ليكون هذا التحدي الإيراني الثاني لأمريكا بعد إعلان الرئيس روحاني مجموعة من الإجراءات تتعلق بالماء الثقيل وتخزينه. وتصاعدت حدة التوترات بين الطرفين عقب فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على طهران، بل واتهامها بتخريب عدة سفن في ميناء الفجيرة الإماراتي، وما تلا ذلك من استهداف حوثي لمضخات نفط في السعودية. والمملكة العربية السعودية لا تريد حربا في المنطقة ولا تسعى إلى ذلك، وستفعل ما في وسعها لمنع قيام هذا. تطورات دفعت الرياض إلى دعوة لعقد قمتين طارئتين عربية وخليجية في مكة المكرمة أواخر الشهر الحالي، في محاولة للم شمل البيت العربي وإطلاق جبهة جديدة لدعم الموقف السعودي الرامي إلى عدم الركض وراء الحرب، مع الاستعداد لها في حال فرضتها إيران، بحسب وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير. وأيا كانت مخرجات هاتين القمتين، فإن الدعوة السعودية الطارئة تبقى شاهدا آخر على حقيقة أن صراعا بين واشنطن وطهران، وإن بدا محض صدفة حاليا، هو أمر بات أقرب من أي وقت مضى، وخاصة بعد تولي الرئيس ترامب سدة الحكم في البيت الأبيض عام 2017. فمنذ ذلك الوقت ومنطقة الشرق الأوسط تتقلب على صفيح ساخن. إذا نرحب بضيوفنا هنا في الاستديو، عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي، دكتور أهلا فيك معنا، وأيضا أرحب بمحمد صادق أمين الباحث في الشؤون الإقليمية. أستاذ محمد أهلا فيك أيضا معنا. دكتور، من عندك نبدأ، نسمع عن حشودات عسكرية متواصلة، دوريات خليجية ستتحرك في المنطقة، مناورات كذلك بحرية ما بين أمريكا وبعض دول أيضا الخليج تحديدا، هل نحن فعلا هكذا على أبواب حرب عسكرية ربما؟ أعتقد أن المرحلة الحالية أو التوقيت الحالي وفقا للدراسات الأمريكية قبل 10 سنوات، أنه كان هناك طروحات قبل 10 سنوات بأن المنطقة أو دول الخليج غير قادرة على القيام بأي تحرك عسكري تجاه إيران، نظرا لأن هناك مخاطر على انبوب الانابيب، يعني على مرور النفط للعالم،
وبالتالي هناك مضيق هرمز وهناك باب المندب، وهناك أيضا عدم قدرة دول الخليج على توفير المياه الصالحة من التحلية من البحر. لذلك كانت الاقتراحات 2010 على دول الخليج بأن يتم تحلية المياه في منطقة المهرة في اليمن، بحيث يتم هناك مد أنابيب من منطقة الخليج العربي إلى بحر العرب مرورا بالمهرة، وكذلك تستطيع تحلية المياه في منطقة شرقية وإمداد المملكة العربية السعودية ودول الخليج بالمياه من اليمن. ولهذا ستلاحظ التحرك السعودي في منطقة المهرة وهذه السيطرة على هذه السواحل. لذلك أعتقد أن التحرك الأمريكي الحالي جاي في إطار دراسة أمريكية أيضا عام 1990. كان هناك بعض الدراسات تتكلم أن على الولايات المتحدة الأمريكية كسبت الحرب السياسية ولكنها خسرت اقتصاديا، وعليها العودة المباشرة إلى منطقة الشرق الأوسط. ولهذا الآن أصبحت العراق مجالا إيرانيا، اليمن يعني خاصرت المملكة مجال إيراني، سوريا أيضا في النفوذ والمجاب الإيراني، لبنان هيمنة إيرانية. إذا لديك حدود مع العراق، هي تعتبر العراق في هذا الامتداد، يعني هناك ميليشيات وهناك اليمن في خاصرتك، وهناك الخليج العربي منقسم. أي أعتقد أن الرئيس الأمريكي يريد تحسين موقف التفاوضي مع إيران، وبنفس الوقت استنزاف المنطقة العربية، ولكن الهدف من كل هذا هو التواجد العسكري في المنطقة اليمنية، عفوا في منطقة الخليج، تمهيدا لمرحلة قادمة في إطار الصراع مع الصين وفي إطار السيطرة على منابع النفط. وبالتالي ستبقى الأساطيل الأمريكية في هذه المنطقة. وما القمة ما هو شكل هذه المرحلة القادمة؟ هل ستكون ما بعد إيران مثلا، أو إيران ستكون لاعب إقليمي أيضا فاعل فيها؟ وفقا للدراسات الأمريكية ولمصالح إسرائيل، ينبغي أن تبقى إيران مهدد للمنطقة، بحيث يتم أن تكون إسرائيل حليفا في المنظومة السنية، بحيث أن إذا راح الخطر الإيراني سيتحول اهتمام ومواجهة العرب إلى إسرائيل. وبالتالي لابد أن إسرائيل يهمها أن يعني إيران تدرك ذلك، يعني هي الآن التي تشكل ما يسمى حتى هذه العملية الأساطيل، هي تهيئة. تذكر أنت 21 سبتمبر عندما تحولت بدل الدول الاشتراكية منطقة الشرق الأوسط هي العدو للكون. الآن لابد أن هذه العملية الضخمة والأساطيل والنووي الهدف منها رسم صورة إيران كمهدد خطير في منطقة الشرق الأوسط، بحيث تصبح هي التي يتم التسليح ضدها وهي التي نحشد من أجلها، وإسرائيل ستكون حليفا لهذا تمهيدا لصفقة القرن. إذا نحن أمام استنزاف، يعني هذه التحركات المالية ستدفع ثمنها الدول، يعني السعودية، هذا التحرك والعسكري ودفع التمويل والموارد هذا سيدفع ثمنه. أيضا في إطار الصراع مع الصين، أمريكا ستوجد في الخليج العربي، ستوجد في السواحل، ستوجد حوض الحقول، وسيتحدثون في المستقبل عن عملية قرصنة تمت في السواحل ونحن لا نشاهدها حتى يتم التبرير. سيد محمد صادق أمين، التصعيد من قبل دونالد ترامب، ورغم أنه أبقى باب الحوار مفتوحا، ورغم أن التصعيد في بعض اللحظات الإعلامي استدرك فيه أنه ليس تصعيدا عسكريا وإنما تصعيدا اقتصاديا، على أي حال إيران هي الأخرى تتحدث أنه لا شأن بمسألة الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات. ولكن في الوضع الراهن حسب ما قال، أو في الظروف الراهنة حسب ما قال حسن روحاني، لا يمكن الجلوس على طاولة المفاوضات. على أي حال أن تقابل إيران كل هذه التهديدات برفع نسبة تخصيب اليورانيوم 4 أضعاف عما كانت عليه في الأيام الأخيرة أو الأشهر الأخيرة، كيف تفهم ذلك؟ في أي سياق؟ هل في إطار الاقتراب أكثر من الحرب، أم ربما الاقتراب أكثر لطاولة المفاوضات؟ قبل أن ننظر إلى الجانب السياسي لابد أن ننظر إلى الجانب العسكري، لأن الحروب تحتاج إلى أبعاد لوجستية. نعم. أنت لا تستطيع أن تشن حرباً إلا وأنت تعد الساحة من الناحية اللوجستية. لوجستياً الولايات المتحدة إذا أرادت أن تخوض حرباً مع إيران تحتاج إلى 16,000 جندي أمريكي، انتشار سريع، لأن البوارج والأساطيل البحرية وكذلك الأساطيل الجوية هذه قادرة على أشن حروب، الحروب الاستراتيجية اللي هي الضربات على الأهداف الاستراتيجية، على المواقع الحساسة، على منصات إطلاق الصواريخ. أما من الذي سيحتل الأرض؟
من الذي سيتقدم عليها؟ فهو الجيش المشاة. حتى تنفذ طبعا هذه المعلومات استنادا الى الاجتماع الذي جمع وزير الدفاع بمستشار الامن القومي بترامب في بداية الأزمة. هناك حاجة الى نشر 16,000 جندي لتحقيق البعد اللوجستي للمعركة. وعملية نشر 16,000 جندي بحاجة الى امرين اثنين. الاول بحاجة الى من 3 أسابيع الى شهر. الأمر الثاني بحاجة إلى موافقة الكونغرس. والآن الكونغرس الأمريكي في هذه اللحظة في هذه المرحلة بانتظار استماع المعلومات السرية من الإدارة الأمريكية حول هذه الحرب، لأن عملية التصعيد لن تتم بالتشاور مع الكونغرس. فإذا لو نظرنا إلى الساحة، ساحة المعركة غير مهيئة تماما. أولاً لا يوجد هناك قوة عسكرية على الأرض جاهزة ومستعدة إلى أن تخوض هذه المعركة. والأمر الثاني، الرئيس الأمريكي لا يحمل التفويض من المؤسسات الأمريكية حتى يخوض هذه الحرب. نعم، الرئيس الأمريكي يهمش هذه المؤسسات، هذا أمر يعني أكيد عندنا. صحيح. ولكن هل هو قادر على أنه يصل بمرحلة التهميش إلى أنه يخوض حربا دون الرجوع إلى المرجعية التشريعية؟ أنا أشك فيها. وعلى أي حال هنالك من يسمونهم بصقور البيت الأبيض وصقور الإدارة الأمريكية، كذلك ماتيس كان من ضمنهم، جون بولتون أيضا هو الآخر، وحتى ترامب كشخصية موجودة اليوم على سدة الحكم، يقال بأن هؤلاء هم صقور البيت الأبيض اليوم، هم من يدفعون باتجاه الحرب أو على الأقل تغيير الإدارة الموجودة حاليا في إيران. لو تتبعنا التصريحات السياسية، الآن ندخل إلى الشق السياسي بعد اللوجستي، لو تتبعنا التصريحات لوجدنا أن جميع التصريحات كلها تؤكد أو كلها تشير إلى أن على إيران ألا تبدأ الحرب. وكأنه منطقة الخليج كانت ساحة مفتوحة وجاءت إيران بأساطيلها وأدخلت إلى الساحة وجيشت الجيوش وعليها ألا تطلق الطلقة الأولى. الآن أمريكا أتت بالأساطيل، والآن التحقت بريطانيا بأمريكا، وهذا مؤشر خطير طبعا، لأن بريطانيا في السياسة البريطانية تتبع الولايات المتحدة. الآن جميع التصريحات، أنا لما أقول جميع التصريحات أقصد صادرة من ترامب ومن السعودية والإمارات، كلها تتجه باتجاه أنه على إيران ألا تطلق الطلقة الأولى، لأنها إذا أطلقت فستكون الحرب. نعم. وكأن هناك عملية تجيش للرأي العام العالمي نحو توجيه أنه من بدأ الحرب هو إيران. وبهذا هناك يعني تجاوز مسألة يعني تجاوز مسألة أنه احتمال يحصل هناك في الرأي العام العالمي مثلا ممكن أن الصين أو مثلا ممكن روسيا تعترض، وبالتالي سيكون العملية أنه إيران هي التي أطلقت الطلقة الأولى، هي المسؤولة عن الحرب، وبذلك يتم تهيئة الرأي من العالم العام العالمي لهذه المواجهة المحتملة. بالفعل هو كان لافت مسألة حديث عادل الجبير الذي تحدث أيضا والآخر في تصريحات أول أمس، قال أن السعودية لا تريد الحرب لكنها مستعدة لها. بالمناسبة هو يخطو خطى كذلك دونالد ترامب في مثل هذا التصريح، وإن كان اختلفت فقط اللهجة دكتور عبد الباقي شمسان. حتى القائد العام للحرس الثوري الإيراني هو الآخر سار على خطى ما ذهب أو الخطى سيد عادل الجبير عندما قال أنه حتى إيران لا تريد الحرب ولكنها أيضا هي الأخرى مستعدة لها. في هذه الحالة إذا كانت كل الأطراف التي تصعد إعلاميا تقول أنها لا تريد الحرب وإنما هي مستعدة لها، من الذي يريد الحرب إذن؟ أعتقد كما قلت لك أن الهدف من كل هذه العمليات هو المنطقة غير أولا إيران لن تذهب إلى المعركة، لن تذهب إلى المعركة، لأن لازم تحافظ على قدراتها، لازم تحافظ. هي الآن حققت أهداف كبرى، هي الآن يعني موجودة في 4 عواصم عربية، السعودية مهددة في خسارتها من خلال إيران، تتحكم بالقرار السوري للنظام السوري، لبنان هي اللاعب الرئيسي فيه، العراق مجالا لها، بالتالي
ما زالت لديها تطور على المستوى النووي على المستوى العسكري. أعتقد أنها ستحاول لأنهم سياسيين يعني لديهم سياسة براغماتية عالية، لا أعتقد أنهم سيذهبون. السعودية تدرك تماما أنها غير قادرة في هذا التوقيت حتى على المستوى الرمزي أو المعنوي، لأنها شخصيتها اهتزت أو قيمتها كدولة لم تستطيع أن تضعف أو تجتث ميليشيات تابعة لإيران في خاصرتها. فكيف الحال في مواجهة إيران؟ اثنين، الرئيس الأمريكي ترامب واضح ومحدد أنه لن يذهب في معارك بديلة، يعني نيابة عنه لا بمقابل، لن يدفع أي يعني دولار مقابل هذه العمليات، هو يقدم خدمات على حسابنا. لذلك السعودية تريد ضغط وتريد تواجد لقوات أمريكية في منطقة الخليج لنوع من التهديد لإيران، وتريد عقد قمتين في توقيت واحد لمنح شرعية إسلامية وشرعية طيب. عربية. قبل الحديث في موضوع السعودية وما تريده والقمتين، هل ستكون القوة السعودية والإماراتية القوة الخليجية بشكل عام، مقصود فيها بعض الدول ليس جميعها، هي القوة الهائلة التي ستواجه إيران وهي التي تحدث عنها دونالد ترامب إذا ما اندلعت الحرب؟ لا أعتقد أن هذه القوات قادرة على مواجهة إيران. إيران لديها من التفوق العسكري الكبير، تحتاج إلى تدخل أمريكي. دول الخليج بمفردها غير قادرة. أيضا حتى الآن لا نستطيع الحديث عن دول الخليج، نحن الآن نتحدث عن علاقات بينية، يعني هناك تحالف إماراتي سعودي بحريني، وهناك قطر والكويت وعمان قطعة أخرى. هناك الآن حتى جامعة الدول العربية أصبحت علاقات بينية أيضا، لا تشكل هيكل. نحن أمام يعني في السابق كان هناك مجلس التعاون الخليجي كان يمثل الحد الأدنى، جامعة الدول العربية تمثل الحد الأدنى. الآن لا يمكن الحديث عن حتى عن هذه الدول العربية. الجزائر خارج الآن، خارج المواجهة لأنها تعيش تحولات. السودان خارج المواجهة. الأردن يعيش يعني مواجهة وضع اقتصادي، ترتيب وضع فلسطين منفردة. بالتالي على من يراهنون هؤلاء؟ أيضا السعودية خسرت بلدان الربيع العربي لأنها تقوم بثورات مضادة، أي أن هناك نفور. السعودية تحولت من دولة قائدة للأمة الإسلامية إلى دولة تابعة للإمارات، بمعنى أن يعني السعودية لم تعد تلك السعودية الكبيرة التي كانت تقود الأمة العربية والإسلامية، التي كانت تقوم بسياسات دبلوماسية هادئة. أصبحت الآن دولة لديها من دولة قطرية ذات مصالح يعني قطرية تابعة للاستراتيجية الإماراتية. ملفها الحقوقي يعني ثقيل، ملفها على المستوى الدولي. أصبحت أيضا على المستوى التسليح هي الأولى، لكن على مستوى الإنجاز هي الآن أمام اختبار. لم تستطيع أن تجتث الحوثيين. دخلت لبنان بمؤتمر الطائف وصعبت حزب الله. الصراع بالوكالة في سوريا أدى إلى ما نحن إليه، دخول سوريا وتركيا وأمريكا وكل البلدان إلى تركيا. في ليبيا أيضا الآن ماذا يحدث؟ يعني إذن نحن أمام واقع عربي متشظي، أمام غياب الدولة القائدة. مصر تحولت من دولة قائدة عربية إلى دولة قطرية تابعة، وبالتالي وهذا كان التحيد من كام ديف. التحيد مصر جعلها دولة قطرية لها مشاكلها، لأن دائما نكرر هذه الجملة، هناك في التاريخ تقريبا يقال أن لا يمكن استعادة القدس إلا إذا ما كان مصر وسوريا والعراق يعني هم في 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 توحد أو في تكامل. لذلك مصر أخرجت من كام ديف تدريجيا، العراق تم استدراجه من الكويت، سوريا سقطت بالطبيعة الآن أصبحت متشظية. إذن نحن على من تراهن؟ تراهن على لا تستطيع تراهن على دول الخليج في عمليات مع إيران. إيران الآن لا تحتاج أن تدخل في عانه في مواجهة، فقط تعطي إشارة إلى الحوثيين. طيب دكتور، هو المسألة مش مسألة مراهنة دكتور، بقدر ما هي محاولة فهم. لها أذرع الآن تستطيع الآن. أؤكد لك من هنا من البرنامج أنه خلال الشهور القادمة سيتم إعلان عن أنصار الله أو حزب الله في داخل الجغرافيا السعودية، وبالتالي سيجد المد وسيجد المد العسكري والتدريبي من الحوثيين. سندخل لا تستطيع تواجه وأنت متشظي من الداخل. ولكن السؤال أنه إذا ما كان الحوثي بحاجة لأن يدخل إلى السعودية وهو يرسل طائراته المسيرة، إلى حد اليوم في نجران ليس هناك حديث. المنطقة الشرقية والإسماعيلية في المنطقة الشرقية
هناك تيار مدعوم من إيران في داخل الجغرافيا السعودية سيتحرك في القريب العاجل، ومسألة وقت. طيب معي أسامي الكبيسي الكاتب والمحلل السياسي العراقي، خاصة وأن العراق شهدت حدثا لافتا سيد الكبيسي في الأيام الأخيرة، صاروخ كاتيوشا أطلق عند المنطقة الخضراء المحصنة والتي تتواجد فيها السفارة الأمريكية، وكان لافتا التوقيت أنه تم هذا الاستهداف بعيد سحب واشنطن لدبلوماسيها وموظفيها كذلك غير الرسميين. هل هذه برأيك رسالة إيرانية لأمريكا أم ربما الحدث أبعد من ذلك؟ أولا أحييك وأحيي ضيفك الكريم المشاهدين الكرام. الكريم يعني الحدث الذي حصل والذي تحدث عنه هو إطلاق صاروخ كاتيوشا يأتي في سياق تصعيد يعني بناء أمريكا وإيران لفت في الشهرين الماضيين، خصوصا بعد إعلان ثوري منظمة إرهابية وما تبع ذلك من تداعيات قرارات سريعة وإرسال بعض القوات إلى المنطقة، بما يوحي بأن هناك تصعيد ربما يتجاوز التصعيد الدبلوماسي، ولذلك كان الطرف الآخر يريد أن يرسل بعض الرسائل. نحن لا نستطيع أن نجزم بأنه هذا الصاروخ قد أطلق من طرف محسوب على إيران في العراق، ولكننا يعني بالقراءة العامة نستطيع أن نقول بأنه قد يكون هو رسالة لأمريكا بأن يعني يد إيران ويد الجهات التي يعني تنضوي تحت. جميل. لكن إيران تقول أن هذا الاستهداف هو محاولة سعودية حسب ما قالت لجر المنطقة للفوضى، هذا كان حديث لرئيس لجنة الأمن في البرلمان الإيراني. هل فعلا من الممكن أن يكون هنالك أياد سعودية متورطة في هذه الحادثة؟ طيب نحن فقدنا التواصل مع سيد أسامي الكبيسي، شكرا لك على هذه المداخلة الكاتب والمحلل السياسي العراقي. سيد محمد صادق أمين، أتحول بذات التساؤل، لماذا تتهم إيران السعودية بالوقوف خلف هذه الحادثة؟ من وجهة نظري الجهة الوحيدة المستعدة لهذه الحرب هي إيران. لماذا؟ لا أمريكا ولا السعودية ولا مستعدة لهذه الحرب، الجهة الوحيدة المستعدة لهذه الحرب هي إيران. كيف؟ لأنه إيران وضعت لديها سيناريوهات المواجهة، هي كانت تتوقع هذه المواجهة، ليست غريبة عليها، كانت لديها معلومات حول هذه المواجهة، لذلك استعدت لهذه المواجهة. لهذا إطلاق صاروخ باتجاه السفارة الأمريكية، إطلاق بعض الصواريخ أو على ناقلات النفط وعبارة أو وتحرك الحوثي وطائراته المسيرة باتجاه الأراضي السعودية هو عبارة عن إشارات صغيرة وقرصات وذن أننا ما الذي يمكن أن نفعله. نعم. يعني عندما نذهب إلى صاروخ الذي أطلق رسائل نفطية كانت في الأسبوع الماضي أو في الأيام على السفارة الأمريكية هي رسائل سياسية. عندما رجع التحليلات الأمريكية الصاروخ الذي أطلق باتجاه السفارة صاروخ كاتيوشا معدل محليا، المنطقة التي أطلق منها صاروخ باحة في أمانة العاصمة في بغداد. عندما تعود طبعا العاصمة بغداد مقسمة إلى مناطق نفوذ للميليشيات، عندما تعود إلى منطقة أمانة العاصمة هذه المنطقة ضمن دائرة نفوذ حزب الله العراقي 7 كيلومترات تقريبا. بالضبط. الآن نعود أيضا لماذا إيران مستعدة لهذه الحرب. هناك شخصية اغتيلت في العام الماضي ضمن مجموعة جنرالات قيل أنه في حادث، هو حسن طهراني. حسن طهراني هو يقال هو أبو الصواريخ البالستية الإيرانية. حسن طهراني عندما قتل في هذا الحادث وإيران قالت أنه حادث، في الحقيقة أنه ليس حادثا، إنما كان هو عمل اغتيال مدبر. لماذا؟ لأن أمريكا وإسرائيل شعرت أن لدى جميع المؤشرات الاستخبارية تؤكد أن المشروع تطوير الصواريخ البالستية الإيرانية وصل مرحلة متقدمة، بحيث أن حتى الولايات المتحدة أصبحت تشعر بالتهديد.
يعني الولايات المتحدة عندها مشكلة أن كوريا الشمالية تكون قادرة على الوصول بصواريخ لسواحلها، وهذا ما سعت إليه إيران. نعم. لذلك عملية اغتيال حسن طهران كان جزء من هذه المسلسل، وهو عراب البرنامج الصاروخي بالمناسبة. لكن في عام 2017 منتدى إيراني نشر صورة لحسن طهراني، في خلفية الصورة ظهر صندوق مكتوب عليه منطقة شهرود، يبدو أنه صندوق لبعض الصواريخ مكتوب عليه منطقة شهرود. لا يوجد لدى المخابرات الأمريكية والإسرائيلية أي معلومات عن هذه المنطقة. لما ذهبوا بالأقمار الصناعية إلى منطقة شهرود، وأنا هنا أتحدث بالاستناد إلى مواقع لوجستية أمريكية استخبارية، لما ذهبوا وجدوا أنه في منطقة شهرود هناك عبارة عن بعض النتوءات، فاستنتجوا من هذه النتوءات عبر الأقمار الصناعية أن حسن طهراني قبل أن يقتل أنشأ منشآت تحت الأرض، لأن الولايات المتحدة أو أقمار تجسس عامة في العالم قادر على رصد كل ما فوق الأرض، أنها رصدت تحت الأرض منشآت لتطوير الصواريخ الباليستية. لا يعرف الأمريكان والإسرائيليين إلى حد الآن إلى أين وصلت من قدرة وتطور. وهذا جزء من الاستعداد اللي تفضلت فيه حضرتك قبل قليل، الاستعداد الإيراني لهذه الحرب. لكن قبل ما ندخل للفاصل، بس أنه حاب أستفسر أنه هل من الممكن فعلا أن تكون العراق هي مسرح لهذه الحرب في حال شنت، خاصة أنه أمريكا موجودة وإيران موجودة فيها؟ هذه هي المشكلة. المشكلة أن إيران، العراق هو الخاصر الرخوة لإيران، وميلان العراق باتجاه أمريكا أو باتجاه إيران سيكون حاسما في المعركة. من أي ناحية؟ من ناحية أنه الاتجاه المعبر البري الحيوي الذي يربط سوريا ولبنان وبإيران هو يمر بالأراضي العراقية. لذلك لما جاء وزير الخارجية الأمريكي قال للعراقيين إما أن تكونوا معنا أو قفوا على الحياد. إذا كنتم إلى طرف إيران فإن النظام العراقي الذي أسس بعد عام 2003 النظام برمته سيكون مهددا. وهذه هي نقطة التخوف. الأمر الثاني ما تحدثت عنه قبل قليل عن الصواريخ الباليستية، هناك شكوك بأن هذه الصواريخ الباليستية هربت بطريقة ما إلى المجاميع المسلحة في العراق، في سوريا، في لبنان. وأذكركم بالغارات الموضعية التي قامت بها الطائرات الإسرائيلية في بعض الأشهر العام الماضي، بناء على معلومات استخبارية أنه يتم نقل صواريخ ذات بدء بعيد إلى حزب الله، فتقوم الطائرات الإسرائيلية بالضرب. كم استطاعت المخابرات الإسرائيلية أن ترصد؟ على الأقل هناك ثلثي هذا الحجم لم ترصده وهرب بطريقة ما. هذه الصواريخ الباليستية لو نشبت الحرب سيكون لها دور محوري في إشعال المنطقة. والعراق حتى لو وقف على الحياد واستمع إلى كلام أمريكا ربما سيكون لإيران رأي آخر أيضا هي الأخرى، أو تكون لها كلمة على العراق. لكن اللافت أنه رئيس الوزراء حيدر أو عادل عبد المهدي تحدث قبل قليل وقال أنه نحن سنرسل وفد إلى طهران وإلى واشنطن أيضا من أجل تسوية الأمور سياسيا أو على طاولة المفاوضات خوفا من الانزلاق نحو الحرب. يعني على الأقل على ما يبدو هذا موقف حيادي أو في الوسط. دعونا نتوقف مشاهدينا عند فاصل قصير ومن ثم نعود.
هو الذي يمكر لنا من الخارج ما كان يمكن أن يمكر وينجح مكره لولا ما فينا من وهن. وجد له مكان عندنا. للأسف يعني وجد عندنا مكان. وعندي من القصص والشواهد الكثير. أحياناً الكلام توفيق، في قبل الواحد يعد وكذا بيطلع كلام بايخ أو غير، أحياناً لا. تعيد قناة الحوار بث برنامج مراجعات مع الراحل عبد اللطيف عربيات رئيس مجلس النواب الأردني السابق والقيادي الإسلامي البارز. تلتقون أيضاً مع سلسلة حلقات من برنامج مراجعات مع عصام العطار المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا. هي معارج القلوب إلى السماء ومشكاة تنير دروب السائرين في الطريق الإلهي، وشواهد تعرف بها بيوت الرحمن فلا يخيب قاصدها، ومنها يصدح نداء السماء لأهل الأرض أن حي على الفلاح بمقامات علوية تناجي الروح فيقبل عليها القلب خاشعاً راغباً في ملاقات ربه فيتحقق السمو والصفاء، إنها مآذن النور. الله أكبر الله أكبر. هالاسم مش لبرنامج عادي، رح ناخدكم فيه لكل تفصيل صغير بوقت ومكان مميز. رمضان والقدس، رح نتعرف فيه على أهل هالمدينة ونتعرف على حياتهم اليومية بكل عفوية. وأكيد لأنه بدنا هذا البرنامج يكون مميز، ما رح ننسى المسجد الأقصى المبارك اللي رح يكون له حصة كتير كبيرة بهالبرنامج، رح نغطي فيه الصلوات والابتهالات والإفطارات، وهيك بتكونوا حرفياً كأنك في القدس. استنونا لأني متأكدة إنكم رح تحبونا. مشاهدينا أينما كنتم أهلا بكم من جديد في حلقة المشهد لهذا اليوم، والتي نتناول فيها التصعيد في الخليج العربي وتحديدا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. من جديد أرحب بضيفي هنا في الاستديو الدكتور عبد الباقي شمسان وكذلك محمد صادق أمين، أهلا فيكما من جديد. دكتور، اليوم التصعيد هو بين إيران وبين الولايات المتحدة، لكن المملكة العربية السعودية تحديدا هي في القلب من هذا التصعيد. كيف ترى موقف المملكة من كل ما يجري، خاصة وأنها دعت إلى قمتين طارئتين عربية وخليجية نهاية هذا الشهر؟ أنا لو نتابع المملكة في الفترات الأخيرة هذه نلاحظ أنها تبدو أنها دون استراتيجية أو فاقدة للبوصلة، نظرا لأنها مثلا لا يمكن لأي دولة لديها معركة استراتيجية مثلا متعلقة بالأمن القومي لمواجهة إيران وتقوم بتوقيت خاطئ بتقسيم مجلس التعاون الخليجي، يعني في توقيت حرج، ثم
أجلت حسم المعركة مع الحوثيين لأسباب تتعلق باستراتيجية إماراتية للسيطرة على المراكز الحيوية ولتقسيم الجغرافيا الوطنية، وهي أيضا أن تستقر جغرافيا في منطقة المهرة والمنطقة الشرقية في صراع ثلاثي بين عمان والسعودية والإمارات. بالتالي أيضا لا يمكن لدولة تواجه أمن قومي أيضا لا تستطيع أن تحسم المعركة أو تحاول أن تضع ما يحدث في المنطقة العربية من تحولات تأخذه بجدية مطلقة وبدراسات علمية وليس بمواقف مرتبطة بثورات مضادة. لذلك سنلاحظ أن السعودية قامت بإفراغ الجامعة الدول العربية أو إضعافها حد الانتهاء لأنها كانت هي مفرغة، ولكن الآن هي ساهمت في تقسيم جامعة. لا يمكن أن نتحدث عن جامعة الدول العربية، لا يمكن أن نتحدث عن مؤتمر يعني منظمة المؤتمر الإسلامي. الآن عندنا دول إقليمية مؤثرة زي تركيا وإيران والسعودية، يعني هناك نوع من السعودية متنافرة مع تركيا، وبالتالي أنت الآن تخسر جزء من طاقاتك وقدراتك. ثم لك مجلس تعاون الخليج، الآن نحن نلاحظ ليس انقساما سياسيا بل انقساما اجتماعي واقتصادي ونفسي، وهناك اتفاقيات منفردة مع هذه الدول. بالتالي السعودية الآن أصبحت كيف يمكن لها أن تلعب دورا في مواجهة إيران؟ أعتقد أن المعركة هناك اتفاق أو شبه يعني استراتيجية تتلاقي استراتيجية أمريكا مع الاستراتيجية الإيرانية. إيران الآن تثبت أنها دولة إقليمية لاعب رئيسي في المنطقة مؤثر، هدد الأمن القومي العربي بمعنى أنه أضعف كثير من الدول، حول ما يسمى نان أكتور ستيت، يعني هناك الآن نان أكتور ستيت في صنعاء في لبنان، هم أقوى من الدولة يعني بالدم يعني أضعف البلدان العربية. ثانيا إيران تدرك أن الغرب يحتاجها أيضا، يحتاجها في إطار ما يسمى استدعاء الثنائيات. يعني الآن لدينا في سليمان لم نكن نتحدث عن سنة وشيعة، الآن سنة وشيعة وإسماعيلية ويهود في سوريا والعراق، الحديث عن أكراد، عن عرب، عن سنة، عن شيعة. هذه الثنائيات تعيدنا إلى ما قبل الدولة الوطنية، بمعنى أنه في دراستنا العلم الاجتماعي كان يقال أنه بناء الدولة الوطنية يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن نصهر كل الهويات الأولية في هوية وطنية واحدة. نعم. وبالتالي هذا يؤدي بنا إلى بناء الدول. في الدولة العربية أصبح عدنا إلى ما قبل هذه الدولة، يعني أصبحنا لاحظ أصبحنا يا نعود إلى ما قبل الدولة القبيلة والعشيرة أو نتجاوزها نحو علاقات عربية إسلامية غير موجودة عمليا. بالتالي الخاسر هي الدولة، هذا يجعل منطقتنا ضعيفة، يجعل أي حلول تسويات داخل الإطار العربي تسويات برعاية غربية، بمعنى أنه تمثيل السنة والشيعة والأكراد والعرب بنسب، بحيث أن هذه التسويات لا تؤدي إلى 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 استقرار وتسويات، هم يريدون العودة. إذن السعودية أعتقد هي ستدفع الثمن المالي مقابل هذه الحماية، ولكنها لن تحقق الأمن القومي لأنها سلمت أمرها للإمارات. الإمارات لن يستفيد أيضا من المناطق الجنوبية لأن بريطانيا هي التي تهيمن وتريد العودة إلى ميناء عدن، وإلى وأمريكا تحتاج إلى سقطرة، وهي طلبت كانت تحتاجها من قبل 10 سنوات وحاولت طيب. أن تضع فيها قواعد عسكرية. بالتالي السعودية تعمل على خسران الأمن القومي العربي، وأعتقد غير جاهزة، لم تكن جاهزة لمواجهة الحوثيين، فكيف الحل أن تواجه إيران بكل قواتها؟ طيب سيد محمد صادق أمين، ربما في ظل وجود هكذا تشكيلات كما تفضل الدكتور قبل قليل، وحتى في بعض المناطق هي أقوى من الدول التي تتواجد فيها، ربما كان الوطن العربي بشكل عام بحاجة إلى سعودية أقوى من التي نراها اليوم، وبحاجة إلى مصر حتى يعني واضحة البوصلة وواضحة الاتجاه على غرار ما نشاهده اليوم، بحاجة إلى تماسك عربي أيضا على غرار ما كنا نشاهده في سبعينيات القرن الماضي وستينياته أيضا. لكن السعودية خلال السنتين الماضيتين تحديدا ربما يمكن القول وأنها يعني إنجاز التعبير أهملت القمة العربية وأهملت القمة الخليجية، وحصلت هنالك انشقاقات خاصة في الخليج، وكلنا يعرف ما جرى لقطر وما جرى لحصارها، وبالتالي الدعوة إلى قمتين طارئتين عربية وخليجية أيضا نهاية هذا الشهر من قبل العاهل السعودي الملك سلمان. ما الذي تريده المملكة من وراء هذه الدعوة أو من وراء هاتين القمتين؟ إذا اتفقنا على أن الأجواء في المنطقة هي طبق الأصل من حالة أجواء غزو الكويت وعملية استدعاء الولايات المتحدة 30 دولة
تحرير الكويت، ومن ثم ما يشبه أيضا وضع مرحلة ما قبل غزو العراق عام 2003، لوجدنا أنه الجامعة العربية اجتمعت في الظرف الأول لمنح التحالف الثلاثين الذي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت لمنحه الشرعية. يعني القمة التي انعقدت في مكة يوم الأحد 31 شهر، إذا انعقدت فستكون هذه القمة 29 للعرب من 1946. هذه القمة 29 لو استعرضت 29 قمة للعرب، من قرارات من مخرجات التي خرجت بها هذه القمم؟ ستجدها مخرجات صفرية وبيانات وتهديدات واستنكارات وما إلى ذلك. هو هناك مخرجات، ولكن لا يوجد هنالك متابعة، ولا يوجد هنالك عملية تنفيذ لما يتم إصدار البيان فيه. نعم. وما يتضمنه البيان الختامي دائما للقمة العربية. حتى قمة تونس التي عقدت قبل 3 أشهر، هذه القمة غاب عنها نصف القادة العرب، وبعض القادة المهمين العرب ومنهم ملك السعودية ألقى كلمة الافتتاح ثم غادر. فإذا نحن أمام حالة تستدعي منح أو محاولة استدعاء شرعية للتواجد الأمريكي في الخليج. لكن عندما نقرأ الساحة، نعود إلى المعطيات السياسية، نجد أن هذه القمة مكتوب لها الفشل قبل أن تبدأ للعوامل التالية. طيب خلينا نتوقف عند هذه العوامل، عوامل الفشل، وسأعود إليها معك أستاذ محمد، لكن مش حابين نطول على الدكتور إدريس الكريني مدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات، والذي ينضم إلينا هاتفيا في جامعة مراكش. طبعا دكتور، بداية أهلا فيك معنا، برأيك ما الذي تريده السعودية من وراء دعوتها إلى قمتين طارئتين عربية وأخرى خليجية؟ أعتقد بأن الدعوة لا يمكننا أن نفصلها عن التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة الخليج والمرتبطة أساسا بالإصرار الإيراني على أولا يعني التنصل من الاتفاق النووي الذي سبق للولايات المتحدة الأمريكية أن انسحبت منه، وأيضا الإشارة إلى إمكانية استهداف بعض المصالح الأمريكية في المنطقة. بكل تأكيد على أن الدعوة أنا أعتبرها أنها بغض النظر عن هذه الحيثيات هي مهمة جدا. ما أحوج المنطقة العربية إلى اجتماع لتدارس الأوضاع المختلفة التي سمتها الارتباك والصراع والأزمات المتناثرة هنا وهناك، وأعتقد أن أيضا الدعوة إلى هذا الاجتماع الموسع بكل تأكيد سيكون فرصة لتقييم هذه الأوضاع ورسم ما يمكن اتخاذه من إجراءات أو تدابير كفيلة على الأقل بحفظ ما يوجد، خصوصا وأن النظام الإقليمي العربي في الوقت الراهن أضحى يعني مترديا على كل الواجهات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية. وأيضا لا ننسى على أي يعني مواجهة أو استعمال للخيار العسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة إيران أو أي تحرك إيراني غير محسوب، بكل تأكيد ستكون المنطقة منطقة الخليج هي الضحية الأولى بالنظر إلى موقعها وقربها من إيران. نعم طبعا دكتور، نحن لا نناقش أهمية القمة، هي كل قمة عربية تم الدعوة إليها في النهاية من أجل تدارس الأوضاع في المنطقة العربية فهي دعوة حميدة في النهاية، لكن أبحث عما تريده المملكة العربية السعودية من وراء هذه الدعوة الطارئة. برأيك هل يمكن للمملكة العربية تشكيل حلف عربي قادر على الوقوف في وجه إيران؟ هل يمكن للمملكة العربية في ظل الانقسامات العربية، هل يمكن للمملكة العربية السعودية استمالة أطراف عربية كاملة قادرة على أن تنضم إلى هكذا حلف؟ هو الوضع صعب جدا، يعني كما قلت على أنه منذ يعني بداية الحراك يعني في 2000
منذ 2011 والأوضاع تتدهور على المستوى العلاقات الإقليمية العربية. أكثر من ذلك هناك أيضا شرخ في المواقف أو الدول الخليجية نفسها، وهذه الأوضاع بكل تأكيد تجعل من أي مبادرة على هذا المستوى لا تخلو من صعوبات. لكن أعتقد أن السعودية تريد بهذه الدعوة ربما تحديث يعني المواقف من جديد، على اعتبار أنه لا ننسى على أنه رغم وجود هذه الأزمات ولكن المبادرات الودية التي تقاد من هنا ومن هناك أيضا صارت بالأوضاع في كثير من الدول أصبح بكل تأكيد يعني يقلق جميع الدول، جميع دول المنطقة. وبالتالي فكما قلت يمكن لهذه المبادرة أن تكون لها انعكاسات إيجابية على مستوى التقريب بين وجهات نظر، على مستوى مواجهة التحديات التي اليوم تواجه دول المنطقة، على مستوى كذلك مواجهة ما يصاب أو ما يصاغ للمنطقة من ترتيبات يعني مع الأسف ستكون مدمرة إذا لم تتخذ الحيطة والحذر. وأعتقد بأن السعودية نفسها هي مستهدفة أيضا، ولا يمكننا بطبيعة الحال أن كما قلت يعني أن نرى بأن الأمر سهل فعلا أنه العلاقات بين العربيين والمواقف متضاربة بشأن كثير من القضايا، ولكن خطوة من هذا القبيل أعتقد أن بإمكانها على الأقل أن تسمح بتداول الآراء والأفكار الزائفين. نعم دكتور، شكرا لك دكتور إدريس الكريني مدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات في جامعة مراكش. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد صادق أمين. الوقت يمكن أزف أو شارف على الانتهاء. تحدثت أنت عن عوامل الفشل وما ذكرت لنا إياها، عوامل فشل هذه القمة المحتملة. أهم عوامل الفشل أنه هناك يعني الدول العربية بمجملها مأزومة في أزمات داخلية، كما أن الربيع العربي قسم هذه الدول إلى ثلاث أقسام. القسم الأول الدول التي تدعم الربيع العربي، القسم الثاني الدول التي تقود الثورات المضادة، القسم الثالث التي تترقب وتخشى من دخول هذه الموجة إليها. في ظل كما تحدث الدكتور عبد الباقي سبقني بذلك، في ظل مساهمة السعودية في تأزيم هذه الأوضاع عبر قيادتها مع الإمارات الثورات المضادة لثورات الربيع العربي، يطرح التساؤل أي نوع من الإجماع يراد لهذه القمة أن تلتئم لتحققه؟ أي نوع؟ هل اليمن المكلوم؟ هل ليبيا المحاصرة بهجوم حفتر المدعوم من السعودية والإمارات ومصر؟ هل العراق الذي خرج من دائرة التأثير العربي؟ فإن نحن أمام جملة من الأزمات. لذلك إذا اجتمع العرب أقصى ما يمكن أن يقال أنهم سيصدرون بيانا. دائما أنا أقول الحرب مثل الأفلام، فيها أبطال وفيها كومبارس. الولايات المتحدة وبريطانيا سيكونون هم الأبطال وبحاجة إلى الكومبارس. إذا اجتمعت القمة العربية واستطاعت أن تصدر بيانا على الأقل في حدوده الدنيا مؤيدة للحرب ضد إيران، فستكون هي هذا الكومبارس. طيب دكتور عبد الباقي، خلينا نتحدث في السيناريوهات المتوقعة والمرتقبة في الأيام القليلة القادمة أو على في الأشهر القليلة القادمة أيضا فيما يتعلق بهذا التصعيد بين إيران وأمريكا. أنا أعتقد أن الهدف واضح جدا، وهو ليس نحن نستشرفه، كنا نتحدث عن هذا منذ فترة طويلة ونقول أن هنالك تمهيد يعني ما يسمى تشظيئة المنطقة العربية وإعادتها إلى ما قبل الدولة الوطنية واستدعاء الثنائيات التاريخية السنة والشيعة والأكراد والتركمان. كل هذه الاستدعاء، كل هذه العمليات كانت مدروسة. أيضا إقامة علاقات يعني أوروبية أمريكية مع البلدان منفردة وليس مجتمعة، هذا كله يمهد لوجود أمريكي في المنطقة، لأن كما قلت لك الأمريكان خططوا لهذا. أنا من الأشخاص الذين قروا هذه الدراسات الأمريكية وكنت أتساءل أنهم لا يمكن لهم أنهم يحلمون بأن حتى أنهم يعودوا بشكل مباشر، وإذا من الآن هم يعني لعبوا كل لعبتهم. الآن لدينا العراق، من كان يتوقع العراق أن يكون مجالا إيرانيا؟ هذه البوابة الشرقية، من كان يتوقع أن سوريا
تلك تصبح على هذه الشاكلة، أصبحت سوريا يعني بهذا التقسيم. من كان يتوقع أن ليبيا أو اليمن أن تقسم بيد عربية؟ يعني كيف يمكن لك أن تقسم اليمن دولة عربية مثل الإمارات والسعودية تقوم بتقسيم اليمن وهي تتحدث عن جميع الدول العربية، هي تتحدث عن أمة إسلامية، وإذا بها تقسم الأخوة اليمنيين وهم أم يعني وطن واحد، وليس نقول يعني جمع بين دولتين. بالتالي اعتقد السيناريو القادم أن الأمريكان ستصبح الأساطيل الأمريكية حول الحقول النفط، لأن الملتوسية الجديدة أو الملتوسية المرتبطة باليمين المسيحي تقول أنه أهم البقاء بالأفضل، وأن في منطقة الشرق الأوسط كم ديموغرافي عليه أن يقل، المهم هي حقول النفط والمنافع. ولهذا الأمريكان هذه العمليات وهذه القمتين مبررات لوجود أمريكي بشرعية دولية وبشرعية خليجية، وهناك الآن تعميم المذهب المدخلي. المذهب المدخلي السلفي المدعوم الآن هو الذي لا يرى مانعاً من الاستعانة بالقوات الأجنبية، وبالتالي الأمريكان سيأتوا إلى المنطقة ولن يخرجوا، وهذا أيضا يدخل في إطار صراع على طريق الحرير، والبريطانيين قادمون إلى هناك صراع على المنافذ البحرية. السيناريو القادم المنطقة العربية ستظل متشظية بشكل بمعنى نحن سنخرج من إطار أو حتى الحلم. كنا زمان عندما كانت العراق والدكتاتوريات كنا نحلم باستعادة القدس، لدينا العراق، لدينا سوريا، لدينا يعني كنا عندنا رفض الحكام. الآن نحن حتى الحلم نشعر أننا فقدنا القدرة، لأن العراق أصبحت خارج قوتنا، سوريا أصبحت حتى أموالنا النفطية نحن بحاجة إلى مليارات، كل ما اكتسبناه لإعادة بناء البنية التحتية. بالتالي فقط الأمريكان سيأتوا إلى المنطقة ولن يخرجوا إلا بعقدين أو ثلاثة عقود. في نهاية هنالك من دفع باتجاه أن يفكر المواطن العربي بنفسه وقوت يومه أكثر من مسائل الكبرى كالقدس وغيرها. إضافة إن المنطقة ستكون عبارة عن ثنائيات، ولا يمكن لنا الحديث عن مشروع عربي أو مشروع حتى إسلامي. شكرا لك دكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي، وكذلك الشكر لك سيد محمد صادق أمين الباحث في الشؤون الإقليمية. شكرا جزيلا لكما، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة. أطيب المنى، في أمان الله.